إيران كعشق بحضرة. نحن في إيران نحب أبا الفضل العباس عليه السلام، وله مقام كبير خاص لدينا، فهو مثال وقدوة للحرية والتضحية، ومثال يحتذى به للرجولة والشجاعة، فهو انموذج مثالي، وما قدمه في كربلاء لأخيه الإمام الحسين عليه السلام كان عنوانا من عناوين الإخاء الصادقة، وهذا ما يجعلنا نتمسك بهذه الشخصية العظيمة وننجذب لها.